طابت أوقاتكم، نشرة أخبار الخامسة والربع من صوت لبنان، مع تحيات إلان زغيب عيسى، ريتا أسعد، والمخرج بيير جامو. البداية مع العناوين. أبو فعور يكشف عن عودة المبيدات الزراعية المسرطنة إلى الأسواق. إسرائيل تتخذ إجراءات على الحدود، ووفد من اليونيفيل غدا إلى إسرائيل للتحقق من وجود أنفاق لحزب الله. بزي ينقل عن بري قبوله فكرة حكومة من 32 وزيرا. في البدايات كان هناك 3 أفكار، في فكرتين سقطوا، في فكرة ثالثة ما زالت سائدة، وهذا اللي عم نحاول أنه ينحكى فيه. اللواء عثمان يؤكد حق قوى الأمن في التفتيش والتوقيف. أصحاب الحق بالأمس لم يطلقوا النار، نلتزم بالقانون التزاما مطلقا. المدعي العام التركي يصدر مذكراتي توقيف في حق سعوديين في قضية خاشقجي. الحلم تحقق، وهلأ صارت الكهرباء 24/24. شركة كهرباء زحلي وعدت ووفيت، رح نضوي ليل نهار. مبروك لزحلي والجوار وعقبال لبنان كله. كهرباء زحلي، دايما نحو الأفضل. تسمع بيقولوا عن شخص طاير من الفرح؟ هلأ مقابل كل 200 دولار بتصرفها على بطاقات بنك بيروت بيطلع لك فرصة مش بس تطير من الفرح، تطير على البرازيل وتحضر كرنفال ريو دي جانيرو مع الشخص اللي بتختاره. العرض جاري من أول تشرين الثاني لأول كانون الثاني 2019، والسحب رح يكون على جايزتين لشخصين. ولتضاعف فرص الربح استعمل بطاقتك برات لبنان كمان. مش خبرية بتطير من الفرح؟ تطبق الشروط والأحكام. بنك بيروت، معك لأبعد حدود.